السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج المفتش. في حلقة النهاردة هتكلم معاكم عن تفاصيل قصة الطفلة مارينا اللي قصتها شغلة الرأي العام على السوشيال ميديا وكل الناس متعاطفة معاها، وإن تنبأت بوفاتها قبل ما تموت بأيام قليلة. الطفلة مارينا كانت مصابة بورم حميد تحت لسانها. الورم ده على الرغم من انه حميد ولكن كان شرس جدا، وكل يوم كان حجمه بيزيد عن اليوم اللي قبله. تم عمل عمليات كتيرة جدا ليها وإزالة الورم ده، ولكن كل مرة كان بيرجع تاني أقوى وأشرس وحجمه أكبر من المرة اللي قبلها. طبعا حالتها الصحية اتدهورت بشكل كبير. بدأت في آخر أيامها تحس إنها تعبانة ومش قادرة تتكلم وما كانتش قادرة تاكل، ولكن كتبت وصيتها وتنبأت إنها هتتوفى في الأيام القليلة القادمة. وبالفعل بعد ما كتبت وصيتها اتوفت، والوصية بتاعتها اتحققت. كتبت وقالت: أنا مارينا، أنا هموت قريب جدا، أنا متأكدة من كده، في صوت بيقول لي أنا هموت قريب وأنا حاسة بكده، ولما موت ما تغسلونيش ومحدش يشوفني غير سامح وماجد وانتي وبابا، طبعا تقصد بنتي مامتها، ومحدش يلبسني غيركم، اللي يشيل الصندوق بابا وأعمامي، ولما تروح المدافن ما تلبسيش علي اسود وتعيطي، واعملولي بسكويت وكحك وأراس خبز العذراء والملاك، واعطي الناس والمحتاجين. طبعا بعد ما كتبت زي ما قلت لحضراتكم، بعد ما كتبت قصتها او كتبت وصيتها، بعدها بايام اتوفت، وهو ده اللي عامل جدل وشاغل الرأي العام وكل الناس متعاطفة مع قصتها وحكايتها. ربنا يرحمها ويرحم جميع امواتنا وكمان يصبر اهلها. مارينا قبل ما تتوفى كانت مصابة كمان بمتلازمة اسمها متلازمة القلب المكسور، وده يمكن اكتر حاجة خلتها تحس انها هتموت في الايام اللي جاية او ان نهايتها قربت. وطبعا بعد ما كتبت وصيتها اللي حضراتكم شايفينها دي، وبعد المعاناة اللي عانتها مع الورم اللي كانت مصابة به تحت لسانها، اتوفت وجعت قلوبنا جميعا. ربنا يرحمها ويرحم جميع امواتنا ويصبر اهلها ويصبر كل محبنا. دي قصة الطفلة مارينا اللي شغلت الرأي العام على السوشيال ميديا. لو حضرتك وصلت معايا لحد اللحظة دي استأذنك ادعمنا واضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد. شكرا ليكم، سلام.